توقعاتك لماتش الاهلي والهلال السوداني؟ الاهلي والهلال السوداني 2-1 للاهلي. 4-1 للاهلي. مين هيجيب لي جوان؟ كهربا الاربعه يعني، وارد وليد سليمان ومروان محسن ممكن تضرب معايا. هيخلص 2-0 الاهلي. لا طبعا انا متوقع الاهلي ان شاء الله هيكسب، وهيكسب 2-0 يعني، وكهربا ووليد سليمان هم اللي هيجيبوا الجون ان شاء الله. هنكسب ان شاء الله سهل. 2-0 مروان محسن وكهربا لو لعب. الاهلي هيكسب ان شاء الله. كام 3-0. يجيب لي جوان؟ كهربا ومروان محسن. لا انا الاهلي هيكسب ان شاء الله، يعني هيكسب 1-0 2-1 بكتير كده. والله انا يعني متفائل بمروان محسن اللي هو رجع للتهديف وكده، وممكن اجيه لو لعب يجيب جون. انا محمد انا ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-2 للاهلي، مروان وحسين الشحات وقفش. الاهلي فوق الجميع. توقعاتك لماتش الزمالك ومازيمبي؟ 4-0 لمازيمبي، يعني ربنا معاهم ويتعادلوا ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك يكسب. الزمالك هيخسر 2-0 كمان. لا الزمالك هيكسب برضه، تعادل 1-1. الزمالك حظوظه في افريقيا كويسه يعني، بصراحه هو ماشي كويس يعني، لان هيلعب باعصاب مستريحه، وبرجع له ان هو يكسب يعني 1-0. هو الزمالك كتير قوي 1-0 في الماتشات ديت يعني، 1-0 كتير قوي. 1-0 كونش كبالة او زيزو. الزمالك هيخسر 1-0.